متهيألي كده يا باشا الشك أصبح يقين. وإيه لازمة اليقين من غير دليل يا أبو حميد؟ يعني إيه يا باشا؟ القضية كده خلاص؟ القضية كده بدأت. تعال. مساء الخير عليك يا فندير. خير يا راضي؟ والله الاخبار مش ولا بد. صح عارفها، تقولهاش تاني. ايوه بس حكايه قتل عماد وصف دي مش مريحاني ولا مريحان انا كمان. بس انا مش فايق لها اليومين دول. لا انا مش مع سعادتك في الموضوع ده. طبعا الموضوع ده بالتحديد لازم نكون فايقين له قوي ومركزين معاه قوي. مفيش اخبار عن مريان؟ الحقيقه انا ما كنتش مركز معاه الفتره اللي فاتت دي لان عندنا مشاكل كتير قوي وبلاوي متلتله في الشركه. طب اسمع يا راضي، انت وفارس خلاص يا فندم. يعني ايه خلاص؟ مش فاهم. خلاص خلاص يعني خلاص، يعني مش عايز اشوف وشكوا تاني. هعمل بيكوا ايه؟ انتوا بقيتوا لا بتحلوا ولا بتربطوا. طب اسمح لي، انا اسف سعادتك بس ما ينفعش انك تقرني وتقارني باللي اسمه فارس ده. هو ده اللي يهمك؟ يعني انا بقول لك اني بطردك انت وفارس وانت بتقولي ما تقارنيش بيه؟ انت مجنون ولا ايه؟ ماشي سعادتك اشكرك بس اصل حكايه انك تطردني دي وتستغنى عني مستبعده قوي. ايه يا فندينا، انت لا يمكن تقدر تستغنى عني. بقول لك يا راضي، أنا مش فايق لك على المسا. طيب و اللي يجيب لك مدام أنجي؟ عرفت مكانها؟ واضح قوي ان انتي مهتمه ببيلا. اه طبعا دي حبيبتي. يلا تكبر شويه بقى ونجوزها. لا جواز ايه، بلا جواز بلا زفت، وبعدين دي لسه بيبي. معقوله واحده في جمالك تقول حاجه زي كده؟ ده انتي لسه صغيره وجميله والف من يتمناكي. انا لا عايزه لا الف ولا الفين، انا عايزاهم يسيبوني في حالي. لا ما تقوليش كده يا راجيه. بقول لك ايه، ده انتي في عز عزك تتجوزي وتتهني. المهم خلينا من سيرة الجواز دي، هتجيلك امتى تاني؟ الشهر الجاي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا جالي شوية اطواق من بلجيكا تحفة، حدي البلة هدية منهم. ميرسي. ودي يا بلة. يلا تعالي. يلا بس. يا بلة. يلا تعالي بس. ميرسي خالص. ميرسي. ركبيه كويس. حاضر. اوكي حلوة قوي. مبروك عليكي يا بيلا. ميرسي يا كاميلا. ميرسي خالص. باي باي. باي باي.
المظاهرات نزلت في كل حتة، واحتمال كبير تحصل أعمال تخريب. حسام أوامر يا فندم. إحنا لازم نأمن كل المنشآت الحيوية. ما تقلقش سعادتك، الداخلية كلها رجالة وإن شاء الله إحنا قدها، ربنا يعديها على خير يا رب. يا رب. اتفضل اتفضل. استاذة بقول لك ايه؟ في ايه يا حمدي؟ احنا ناقصين عطلة. ما بلاش المشوار بتاع مدار التحرير ده، الله يخليكي. بلاش، انت مجنون بقى، انت اللي دايما تلومني لما بفوت سبق صحفي ومش عايزني اغطي حدث مهم زي ده. ما احنا مش حمل بهدلة. بهدلة ايه يا ابني انت؟ ده حتى الشرطة بتوزع ورد على الشباب في ميدان التحرير. ما هي هتبدأ بورد وبعد كده هتقلب بغمة، انا عارف. وبعدين لعلمك انا مش شايل هم الشرطة، انا شايل هم العيال المحسوسة في النص اللي عايزة تولع الدنيا. ما تخافش بقى يا حمدي، ما تبقاش جبان كده. ربنا يسترها، بس انا مش متفائل. بقول لك يا حمدي، لو مش عايز تيجي اديني الكاميرا وانا هصور. وهو على الكاميرا يا استاذه، ربنا يسترها، ربنا يسترها يا رب. شفت اللي بيحصل في مصر؟ ربنا يسترها. عايز اقول لك ان اسوأ احساس في الدنيا ان الواحد يبقى بعيد عن اهله وبيته في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. طب انت كلمت اهلك وطمنت عليهم؟ بالعافيه لما عرفت اوصل لهم، الاتصالات شبه مقطوعه، بس كلمتهم ووصيتهم محدش ينزل من البيت. انما قول لي، انت مش واجب برضو ان انت تتصل وتطمن على مريهان؟ واجب برضو طبعا، بس هي اكيد راحت عند ابوها. اول مره اتصالات ترجع هكلمها واسال عليها. اسال عليها برضو يا ناير. حاضر، هسال عليها. في ايه؟ طب اقول لك ايه، انا عندي فكره، انا هكلم البواب. ايوه شكلها هيبقى بايخ، وبعدين جايز يعني انت ما تعرفش توصل للبواب. هكلم البواب اساله عليها كده واقول له اخبار العربيه ايه في الظروف ديت وجرجره في الكلام يعني. طب بقول لك ايه، اتصل بالبواب لما نشوف الموضوع ده ايه، ويا رب الاتصالات تبقى شغاله. يا عم رجب، ازيك؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار يا جماعه؟ الفلوس بتتحول خلاص. تمام، ركز معايا. معاك ال 400 مليون دول هتحولهم على رقم الحساب اللي في الكارت ده. تمام يا فارس باشا. تمام يا فارس باشا. يا ريت يا جماعه نركز، الله يخليكم، مش عايز هزار، دي الملايين، الغلطه بفوره. تمام 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 يا فارس باشا. عربيتي يا باش مهندس، هي مدام مريم ما جالتلكش؟ ده العربيه اتباعت بقالها كام شهر وهي لمت حاجتها ومشت. اسكت يا باش مهندس، الدنيا هنا خربانه وانا قافل البوابه ومعايا الخرطوش عشان الناس ولاد الحرام. ده كويس ان انت عرفت تكلمني، ده الخطوط كلها مقطوعه. ماشي يا رجب، كتر خيرك، مع السلامه. شو قلت لك رجعت عند ابوها؟ البواب اللي قالك كده قال لي انها جت ولمت حاجتها ومشيت من كذا شهر وبعت العربيه. غريبه دي، بعت العربيه؟ لا بقول لك ايه، انت ان شاء الله اول ما تشد حيلك وتبقى زي الفل لازم تنزل وتشوف الموضوع ده ايه. مصطفى مش مهم كل حاجه، المهم نطمن على اهالينا، هو ده المهم دلوقتي. يا رب استرها يا رب. راجيه طمنيني عليكي، انت كويسه؟ انا كويسه بس ميته من الرعب. لا ما تخافيش، طول ما انا جنبك محدش يقدر يهوي من ناحيتك. ربنا يخليك لي يا رب. بصي ده جهاز اسمه كتوكي، ماشي؟ خليه معاكي واحد وانا هيبقى معايا واحد، انت عارفه شبكات المحمول واقعه، فلو عوزتي اي حاجه، حسيتي باي حركه مريبه، تدوسي على الزرار ده وتكلميني، هرد عليكي واكون عندك في ثانيه. تمام اوكي، ميرسي قوي. طب يلا روح بقى عشان تلحق تقعد مع انكل ثابت. لا انكل ثابت ايه؟ احنا في الشارع هنا عاملين لجنه شعبيه وقاعدين نحمل بيوت عشان بيقول الحراميه كتير قوي، ومش عارفين بقى ايه اللي هيحصل. ربنا يستر يا رب. و و و وبالنسبه لبابا يعني عمي ونسرين قاعدين معاه. طب كويس. كويس الحمد لله، بس انا خايف موضوع الانفلات الامني ده يشيل الحراسه من عليه. ربنا يحفظكم يا رب. طب انتوا مش عايزين حاجه؟ مش عايزين اكل شرب اي حاجه ممكن احضرها في ثواني؟ لا لا كله موجود، كله موجود دلوقتي، ولو احتاجنا حاجه هاجي اقول لك على طول طبعا. اوكي لو احتجت حاجة هدوس على الزرار ده صح؟ ايوه صح صح. انتي مش عايزة حاجة دلوقتي؟ لا ميرسي يا رب. طيب خلي بالك على نفسك ان شاء الله. خلي بالك من نفسك. ها انتي مش عايزة حاجة؟ لا ميرسي. طيب.
ايه بتضحكي على ايه؟ ده واضح ان هو بيحبك قوي. بقولك ايه، ما تقلبيش عليا المواجع. اولا ده مش وقته، المهم عندي دلوقتي ان انت ما تبقيش قلقانه. لا الحمد لله، انا كل ما اتخيل البلطجيه دول كانوا هيهجموا علينا قلبي بيقع في رجليا. لا بعد الشر، بعدين الرجاله اللي واقفه تحتي دي بتعمل ايه؟ بتلعب؟ ربنا يستر، ربنا يستر ان شاء الله. تخيلي بقى، انا كنت قاعده في بيت لوحدي والبلطجيه دول دخلوا عليا، كنت هعمل ايه؟ المهم دلوقتي زمان ابوكي قلب عليك الدنيا. تفتكري؟ طبعا، ولو كانت التليفونات شغاله كان زمانه دلوقتي هو بيتصل بيكي. طب ونير، تفتكري هيفكر يتصل بيا؟ بصوا بقى يا جماعه، احنا لازم نقسم نفسنا نبطشيات على مدار ال 24 ساعه عشان الشارع يفضل متأمن وتحت المراقبة على طول. لازم نبقى مجاميع ونعمل كمين زي كمين الشرطة بالظبط، وكل مجموعة من المجاميع دي تقف عند مدخل من المداخل. ده غير ان احنا عايزين مجموعة من الشباب تطلع على العمارات العالية عشان لو شافوا اي بلطجية جايين ناحيتنا يدونا اشارة واحنا نستعد. فين حسام يا جماعة؟ محدش يعرف عنه حاجة؟ انا رحت له البيت وسألت عليه، مراته فين؟ قالت ان هو مش موجود. كان هينفعنا في الظروف دي قوي يا رائف. تلاش يا عم جورج، احنا قدها ودود ان شاء الله. بس احنا عايزين نطمن على حسام برضو، لان انا سمعت ان في مشاكل كبيره قوي عند اسامي الشرطه. ان شاء الله خير، ربنا يطمننا عليه وعلى كل اللي زيه. المهم دلوقتي نقسم المهام بقى. المجموعه دي هتستنى عند اول الشارع من ناحيه اليمين، والمجموعه دي هتستنى عند اول الشارع من الناحيه اللي ورا. اما المجموعتين دول ممكن نستنى من عند مخرج الشارع اللي هناك ومن مخرج الشارع ده. تمام؟ ان شاء الله خير. انا ما كنتش عايزانا نعمل الموضوع ده وفي الوقت القلق ده. بالعكس، دي فرصه وجات لنا من السماء، ده ربنا بيحبك وانا كمان بحبك. العمال هيخلصوا شغلهم النهارده بالليل وتقدري ترجعي الفيلا بتاعتك وكأن شيئا لم يكن. ها، والناس اللي كانوا بيجوا لك مش هيهوبوا ناحيتك. عارفه ليه؟ لان احنا دلوقتي في حظر تجول. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مش شايف اللي بيحصل في البلد؟ ده المحلات بتتكسر وبتتنهب، ده كارفور اتسرق يا راجل. اديكي قلتيها بعظمة لسانك، الحرامية، انما الناس التانية دي دول من الشعب المضحوك عليه. يعني انت رأيك ايه؟ رأيي ان الخطة هتتنفذ وهتنجح النهاردة وتحت اشرافي. عيب، انتوا تكلمي مع محمود الفار، بلوى مسيحة.
صباح الخير سعادتك. صباح النور بقعد حسام. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. بس بس ايه يعني يا باشا؟ عايزين نرجع نشتغل زي الاول يا حسام. احنا يا دوب بدانا نتعافى من اللي حصل، حتى ما رجعناش لنص قوتنا. والوزاره دلوقتي بتعمل اعاده هيكله للوزاره نفسها، ولشعبه مكافحه المخدرات واثرها لسه هيبتدي يبان. ده احنا بنبني اقسام بعد ما حرقوها. الحمد لله على كل شيء، ان شاء الله كل حاجه هترجع زي الاول واحسن. وكمان يا فندم من حسن العناصر اللي رجعت لنا دي هتعود علينا بفايده كبيره جدا ان شاء الله. الحمد لله والوزاره قدرت الكفاءات، وانت ترقيت وانا بقيت مساعد وزير. يا باشا لا يصح الا الصحيح، احنا كنا شغالين بايدينا واسناننا، عملنا اللي علينا وزياده، والعناصر اللي كانت مقصره اخدت جزاءها. الحمد لله اكيد. بس يا باشا في الفتره الاخيره دي وفتره دربكه اللي حصلت، تجار المخدرات استغلوا الفتره دي وطايحين في البلد. طبعا يا حسام. طب احنا هنسيبهم كده يا باشا؟ معلش يا حسام، البلد تهدى بس من شويه المليونيات اللي بتتعمل يوم الجمعه دي، وهنروح لهم، هنفوق وهنظبط الدنيا ان شاء الله. ربنا يعدي الفتره دي على خير يا رب. يا مسهل الحال يا رب، تأمرني بقى يا خدمه يا فندم؟ ايه مروح ولا ايه؟ انا ورايا ايه؟ هروح، انا خلاص بقيت ظابط صايع. ما تستعجلش قوي كده، بكره يا سيدي تبقى بتتمنى انك تروح لو ساعتين بس. يا باشا لا، انا عايز ما اروحش البيت، انا عايز اشتغل، انا بحب الشغل وانت عارف. على اذنك يا باشا. مع السلامه. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. بس يا ستي وعدني اللي هو رفعت ان الحياه ان شاء الله هترجع زي الاول واحسن كمان، بس واحده واحده، مصبر شويه. عشان كده بقى انت راجع مبسوط النهارده؟ طبعا يا نفين، انا عمري ما تخيلت نفسي غير ان انا اكون ضابط في مكافحه المخدرات. انت عارفه ان انا لما رقوني خفت جدا ان هم ينقلوني في اي حته غير مكتب المكافحه. طب يا سيدي الحمد لله، ان شاء الله بكره تبقى رئيس مكتب المكافحه كلها. يا رب يا نفين، دي الحاجه اللي انا بحلم بيها بجد من زمان، من وانا ضابط صغير. يا رب. ايه ده؟ دي راجيه. ودي عايزه ايه بقى ان شاء الله؟ هو انا لسه رديت عشان اعرف هي عايزه ايه ان شاء الله؟ طب اتفضل رد، رد وافتح السبيكر. ايه الجو اللي انت بتعمليه ده؟ حاضر يا سعاده اللواء، هفتح السبيكر. يا دكتور راجل. الحقني يا حسام، عربيتي اتسرقت. ايه؟ حصل امتى الكلام ده؟ اتنين حراميه طلعوا عليا وانا بركبها واخدوها مني وهددوني بالسلاح. طيب طيب انا جاي لك حالا، انت فين دلوقتي؟ انا قدام البيت عندي. طيب انا جاي لك حالا، مع السلامه. مع السلامه. تعالى هنا، انت رايح فين؟ مش حال اذا كنتي سامعه المكالمه بنفسك اكون رايح فين يعني؟ طيب وانت مالك؟ انت هتعمل لها ايه يعني؟ وايه اللي انا مالي يا نفين؟ دي جارتنا وفي مشكله، عربيتها اتسرقت، اسيبها واطلع نادل ولا اقف جنبها؟ ما تروح تتنايل تعمل محضر، هو انت ظابط اسم؟ جوزك ظابط يا هانم، ودي جارتنا ولازم اقف جنبها. امال ايه بقى قصيده الغزل اللي عمال تكتبها لي من الصبح في مكتب المخدرات ده؟ انت صدعتني. بقول لك ايه، انا مش فاضي دماغك المهويه دي. بقول لك ايه، تحبي تيجي معانا؟ وماله، رجلي على رجلك. لا ده انت لسعتي بجد، انا مش فاضي اللي انت بتعمليه ده خالص. باي باي يا روحي، انا طالع اغير. ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله هيلاقوا العربيه، وبعدين حسام اكيد مش هيسكت. هيلاقوها فين بس يا حسن؟ ده كل يوم في عربيه بتتسرق وما بيلاقوهاش. ايوه ما هو ساعات برضه الحرامي بيتصل ويطلب فديه. وهيجيب نمرتي منين؟ عادي، واحده صاحبتي جوزها اتسرقت عربيته وعرفوا يجيبوا نمرته واتصلوا عليه وطلبوا فديه. والعربيه رجعت؟ ايوه. بس يعني. بس ايه؟ هو في الحقيقه يعني اخذ واحد صاحبه بعربيته، رجعوا له العربيه وسرقوا عربيه صاحبه وطلبوا فديه. انت بتهزري يا حسنى، ده وقت هزار. ايوه كده اتحكي. وبعدين بقول لك ايه، عربيتي هي عربيتك، انت ناسيه ان انا واخدها منك ولا ايه؟ ربنا يخليك ليه. بس انا خلاص قررت اجر عربيه. مفيش حاجه اسمها تاجري عربيه، العربيه واقفه بره هي ما بتتحركش، واختك قاعده في البيت برضو ما بتتحركش. هو انت هتفضلي تنقي على عربيه كده لغايه ما تطلعي ما تلاقيهاش؟ لو النبي الله يخليك، انا ما بقتش ناقصه خالص. لا بس برضو حكايه ايجار العربيه دي انا مش موافقه عليها. يا ستي انت عارفاني، انا مخي جزمه قديمه، لو قررت اعمل حاجه هعملها، وانا هاجر العربيه، وبعدين بقى سيبيني براحتي، انا مش هتكسف منك. المهم انت الاول طمنيني عليكي، انا شايفه ان انت عايشه حياه كده غريبه ومريبه. مريبه ازاي يعني؟ واخده جنب وقافله على نفسك. انت لازم تعيشي حياتك يا حسن، الدنيا مش هتقف على حد. اللي انت بتقوليه ده، بتحطي نفسك مكاني؟ ده انا بقالي اشهر مش عارفه الاقي بنتي، بعدين حاسه ان كل حاجه خلاص ضاعت. ده انا بدعي ربنا ليل ونهار انه يخرجنا من المصيبه اللي احنا فيها دي. تقولي لي روحي عيشي حياتك؟
عندك حق، أنا أسف، هي كلمة غبية مني ومش في وقتها خالص. بس المهم ما وصلتوش لأي حاجة في القضية لغاية دلوقتي خالص ولا حاجة. هيا أفندينا، عندي خبر لمعاليك هيعجب أبو أفندينا. خلاص، عنوان مدام إنجي بقى معايا. روح حسك لو سمحت. تفضل. ماشي تفضل. شكرا. روح حسك. نعم. روح أسك لو سمحت. تفضل. ايه ده؟ انت معاك سلاح؟ انا عز الدين نديم يا ابني، خلصت. حتى لو كنت مين النهارده مش هعديك بالسلاح اللي معاك ده. انت هتدفع تمن اللي انت بتعمله ده، غالي قوي. انت كمان بتهددني؟ يا ابني خلصني، خلصني وعديني بدل ما اعمل موبايل وانقلك السلوم. يا ابني ايه يا ابني دي؟ انا اسمي حضرة الضابط،